يعني أنا أرى أنه هي مفيدة، أي عمل مفيد يدعم السوريين ولو بحجوم قليلة، لكن أتصور أن المسألة السياسية تتعلق بالحل السياسي لسوريا، تتعلق بتطبيق القرار 2254. نحن نعرف أنه الدعم للسوريين تضاءل إلى أقل من نصف في السنوات الأخيرة، فهي المسألة كيف يمكن أن نصل إلى حل جذري للمسألة. فهنا تكمن يعني هنا يجب أن نفكر، وهنا يجب أن تفكر أوروبا. هو المؤتمر فيه له إيجابيات كثيرة. أولا الدعم هو متواصل، ثانيا بمسألة عودة المهجرين أو اللاجئين وبأن سوريا آمنة، لقد أكد المؤتمر أن سوريا غير آمنة، ولكن المفروض أن يتطور هذا وأن تأخذ أوروبا، الدول الأوروبية دورة في تفعيل العملية السياسية أكثر، وأن لا تنتهي القضية السورية بمحتاجين ويرود ويعني يجب مساعدتهم. نعم أستاذ بسام، حضرتك محامي، كما الآن ذكرت يجب تفعيل الحل السياسي المستدام بتطبيق القرار الأممي 2254، كيف يمكن تحقيق ذلك؟ لا يمكن تحقيق ذلك بدون ضغوط جدية على النظام. لا نرى ضغوط جدية على النظام، لا زال النظام ممثل في الأمم المتحدة ومعترف به شرعيا، وغالبية المساعدات تأتي عن طريق النظام باعتباره حكومة شرعية ويتلاعب بها، ومسألة التعافي المبكر تحمل أخطار كبيرة لا مجال لبحثها الآن. يبدو نحن أخطأنا في التوصيف، والمجتمع الدولي أخطأ في التوصيف، أنه هذا النظام يمكن أن يكون شريكا في العملية الاستبدادية، في العملية السياسية. فهذا النظام لا يمكن أن يكون شريك أبدا، هذا النظام هو نظام عصابة. لذلك لا يمكن يعني بعد 12 و13 سنة من كل هذه الكوارث التي أصابت السوريين وعدم تقدم العملية السياسية ولو خطوة إلى الأمام بفعل النظام طبعا، فلذلك يجب التفكير بحلول أخرى، بمقاربات أخرى للمسألة السورية، وإلا أن نبقى أن ننتظر النظام لينصاع إلى العملية السياسية، لا أتصور ذلك يا سيدتي. نعم أستاذ بسام، بسؤالي الأخير لحضرتك، كما الآن ذكرت بمجرى حديثك بأن لا تزال الحكومة السورية بعد 13 عاما من الأزمة المستمرة إلى اليوم لا يزال يملك شرعية، لماذا يعني، ما السبب؟ يعني الأسباب كثيرة. أول شيء يعني تراخي المجتمع الدولي في أن يفرض حلا في سوريا، ضعف المعارضة السياسية أو التي تبوأت يعني مركز تمثيل السوريين، وارتهانة لدول أخرى، وخروج القرار السيادي السوري والسياسي السوري من يد السوريين جميعا، فأصبحت سوريا هي عبارة عن جزر منفصلة في الشمال وفي الشمال الشرقي وفي الوسط، وأصبحت الدول هي من تتحكم في المسألة السورية. ولذلك أي حل سوري، باعتبار نحن فقدنا القرار السوري، القرار السياسي السوري فقدنا قرارنا، فيكون بيد هذه الدول، وهي مش مستعجلة كثير على حل أزمة السوريين. يعني أمراض، يعني ألم السوريين لا يدركه ولا يحسه إلا السوريون، ومن هنا يجب يعني هي مجموعة عوامل متراكمة مع بعضها، لكن يجب علينا أن نفكر، أن نعود إلى سوريتنا ونفكر أين نحن أخطأنا. يعني القصد الأداء، يجب أن نوفر الظروف الذاتية، يجب أن نجاز الظرف الذاتي، حالة الانقسام، حالة التبعثر، حالة هذه المؤسسات التي تمثل ما يسمى يعني مؤسسات المعارضة، يعني لن تعتذر ولن تقول أنني أخطأت، يعني لن تعترف بخطأي إلى الآن رغم كل الكوارث. مطلوب على السوريين العودة للإجماع السوري، العودة إلى السورية، العودة يعني البحث الجدي ومقاربات جديدة للمسألة السورية، ليكون لهم رأي وفعل مع المجتمع
الإقليمي ومع المجتمع الدولي، وبذلك يمكن أن يسهل أو يساعد على انتقال المسألة السورية خطوة إلى الأمام. نعم، من فيينا الأستاذ بسام العيسمي، محام وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، لك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به وعلى مشاركتك معنا.